بسم الله الرحمن الرحيم. راجع مع بعض الامتحانين بتاعتنا، اخر امتحانين لسنه اولى ثانوي. بسم الله. الجمله الاولى بتقول I always take my young، انا دايما باخد my young kids، اطفالي الصغار او children to the park، الى الحديقه every Friday، كل جمعه. رقم 2 I was waiting for the father، انا انتظرت ابويا when he عندما كايرو ايربورت. طبعا ريتشد، خلي بالك ريتشد لا تحتاج الى حرف جر. arrived in و arrived at، طبعا اختار arrived at لان كان ان كلمه arrived at عايزه مكان صغير، arrived in مكان كبير، والمكان الكبير عباره عن دوله او مدينه، المكان الكبير عباره عن دوله او مدينه، ومطار القاهره لا دوله ولا مدينه، ده مطار، ده جزء من القاهره. اذا I was waiting، انا كنت منتظر ابويا when he reached، عندما وصل المطار او arrived at the airport. على فكره كلمه جوت كانت تنفع بس لو كان في تو، اللي هي جوت يعني وصل الى المطار. رقم 3 studying art، المذكره الجاده، and revising regularly is important، مهمه تو طبعا لاي طالب، او فور تو او فور طبعا مهمه لاي طالب او لصالح اي طالب. رقم 1 my father suggested، احنا خدنا ان قاعده suggested لو جه بعدها فاعل اعرف ان جاي بعدها فعل في المصدر ايا كان الفاعل بتاعي. كلمة suggested لو الفعل لازم فيها ing، وقلنا مع بعض لو في فاعل عايزة فعل في المصدر مهما كان الفاعل ده، حتى لو مفرد فعل في المصدر، واصل القاعدة فيها كلمة should، ولكن should يمكن ان تختصر. اذا هنا عندي sleep، او الحل الثاني should sleep، وده طبعا اصل القاعدة، ولكن كلمة should ممكن ان تحذف. رقم 2 there are many endangered، هناك الكثير من الحيوانات التي تكون معرضة للخطر in the world، أو خطر الانقراض. رقم 3 كريم's new smartphone، التليفون السمارت الجديد بتاع كريم has got فيه a lot of apps، كثير طبعا من التطبيقات. رقم 4 هاني to France tomorrow، he has made arrangements، ترتيبات واعدادات، واحنا خدنا ان كلمه arrangement عايزه ام او از او ار زائد الفعل زائد الاي ان جي از ترافلنج. رقم 5 every year، كل عام، more and more people، المزيد والمزيد من الناس، are connected to، connected to طبعا تتصل بالانترنت، connected to تتصل بالانترنت. رقم 6 when you travel، عندما تسافر، you should look، يجب عليك ان تغلق بيبان المنزل. طبعا خلي بالك ان كلمه كلوز انا قفلت، وانا قبل كده الفرق بين كلوز ولوك ان انا قفلت باستخدام اف، اما كلوز قفلت بس. رقم 7 وي وير ميد، اتفقنا مع بعض ان كلمه ميد عندما تبنى المجهول عايزه بعدها تو فعل في المصدر، لكن ميد لو جه بعدها مفعول فعل في المصدر من غير تو، قلنا ميد لو اتبنت للمجهول عايزه بعدها تو فعل في المصدر. رقم 8 not that you lived on the moon، how you would feel، imagine، تخيل ان انت عايش على القمر كيف ستشعر. رقم 9 I don't like dealing with، انا لا احب التعامل مع with dishonest people، الناس الغير امناء. رقم 10 منى heard، خدنا ثلاث افعال hear see watch عايزه بعد مفعول ثم فعل في المصدر، الحدث بالكامل فعل ing جزء من الحدث، ما عنديش هنا غير كلمه sing. رقم 10 not touching the hot pan، الحلة الساخنة، سما كرايد ان بين، طبعا اون عندما تم اللمس وليس اثناء، اول ما لمست طبعا البيت سما، او اول لمست سما عيطت في الم. رقم 12 وي بوت، احنا اشترينا ا تو دور كار، عربية ذات بابين، عربية ذات بابين، خلي بالك الصفة لا تجمع، الصفة لا تجمع، ودي صفة للعربية. رقم 13 بوليس باتلز تريك، طبعا بتبحث ثرو ستريت ات نايت، طبعا او بتتجول في الشوارع ات نايت. رقم 14 اس، قاعده اس او قاعده وايل، اللي عايزه بعدها ماضي مستمر، ماضي مستمر، ونعيد تاني ماضي بسيط اس جاست اس وايل، عايزه بعدها ماضي مستمر يبقى ووز جوينج. رقم 15 اور فلات ووز، الشقه بتاعتنا ووز روبد اوف، قلت لك طول ما في اوف يبقى عايز روبد، معنى الكلام اتاخد من الشقه، اول ذا الكترونكس كل الاجهزه الالكترونيه. رقم 16 لوك اوت، احترس، احترس، قلت لك خلي بالك لو في تحذير قبل الحاجه او اثناء، اثناء الحاجه ام از ار وينج تو زد الفعل في المصدر، قبل الحاجه ويل
زائد الفعل في المصدر علامة التعجب دليل على التعزير أثناء is going to fall. رقم 17 I not two tickets to Cairo. I booked. أنا عجزت تذكرتين إلى القاهرة. رقم 18 Reading in poor. القراءة in poor lighting. يعني القراءة في الإضاءة الضعيفة. القراءة في الإضاءة الضعيفة أفكت ستؤثر على البصر بشكل سيء. رقم 19 To not is to break into computer illegally. طبعا to hack. رقم 20 Sugar السكر is cause of tooth decay. لتآكل الأسنان طبعا is a major. طبعا سبب أساسي. سبب أساسي. رقم 21 I will stay here. سأظل هنا until. قاعدة until التي أتى بها مستقبل بعد مضارع تام أو مضارع بسيط. مضارع تام أو مضارع بسيط اللي يمينها comes أو has come لو هنقول مضارع تام. رقم 22 He is tall and strong man with and has a scar. طبعا عنده ندبة on his face على وجهه. رقم 23 My father أبويا any more. يا جدع أنت عندك any. أنت عندك any. عايز نوت. إذن هنا any ما ينفعش no longer ولا smokes ولا smoke. يبقى doesn't smoke any more أو any longer. any more بتساوي any longer. تفسير قاعدة is to. 24 He thought of long before. هو فكر كتير before طبعا making a decision قبل اتخاذ القرار. 25 Don't click on links. اوعى تدوس طبعا على links you don't recognize اللي انت مش عارفها او الروابط اللي انت لا تعرفها. رقم 26 She enjoys specializing. هنا تستمتع بالانسجام مع الناس من دول تانية. specializing بالانسجام مع الناس من دول تانية. رقم 27 While we not. طبعا قاعدة while عايزة بعد ماضي مستمر. هنا الماضي مستمر بس قلت لك عشان احط was او where being عايزة بعد being تصريف تالت الفعل. اذا دي غلط. was او where مع being لازم تصريف تالت الفعل وانا ما عنديش تصريف تالت. الحل بتاعي يبقى where. رقم 28 We were surprised. احنا اندهشنا باي باللي احنا سمعناه هذه الايام. رقم 29 Perhaps كلمات أزمنة مستقبل. قلت لك اول ما تشوف Perhaps لازم welcome. لازم ويلكم ما ينفعش تختار بنفس مع ميل هما الاثنين نفس المعنى. رقم 30 she lost her account because طبعا of a scam email. طبعا يعني سرقت الايميل. نشوف القطعة بتاعتنا. which job do you want to do. ايه الوظيفة اللي انت عايز تعملها when you leave عندما تنتهي من التعليم. من years ago 150 سنة فاتت قالك there were not ما كانش فيه many choices. زمان من 150 فاتت ما كانش فيه choices. some people took academic jobs. في ناس كانت بتاخد وظائف أكاديمية ثابتة such as مثل lawyer محامي محاسب. قالك others took jobs. في ناس تانية كانت بتاخد وظائف التي تحتاج إلى vocational skills مهارات فنية. مهارات فنية أو مهارات مهارية such as being ككونك فلاح تودي اليوم. however there are hundreds. دلوقتي في مئات الوظائف الجديده. يعني دلوقتي في وظائف اكتر من زمان which we didn't have just 10 years ago اللي ما كانتش عندنا من عشرات السنين. this is good news وهذه اخبار جيده للشباب. اذا هذا الباراجراف او هذا الاسي كتب او المقال كتب الى الشباب because there are many news and exciting jobs لان في وظائف كتيره او جديده او مثيره بالنسبه لهم يقدروا يؤدوها. An example طبعا مثال هذه الوظيفة الجديدة قالك is computer programming مبرمج الكمبيوتر for more phone mobiles as for mobile phone cameras لشركات المحمول. mobile phones are developing التليفونات بتتطور كل يوم and the phone companies وشركات التليفون محتاجة ناس to help لكي تساعد في تطويرها even more اكتر. another job وظيفة تانية is something called حاجة تسمى library science علم المكتبات. قالك this is knowing how وده عبارة عن معرفة how to understand كيف نفهم information معلومات اللي على النت. this is very important وده مهم للشركات which have lot of information اللي عندها معلومات عن الزباين. تحس كده ان انت مثلا على موقع ما بيعرف ايه اهتماماتك ايه بيعرف انت بتحب ايه فبيبتدي يتعامل معك كزبون ويعرض ليك منتجات انت بتفكر فيها او عايزة and want to know how to use it so they can sell ممكن يبعت لهم او يبعوا لهم الاشياء. so there are a lot of opportunities ولذلك هناك فرص كثيرة للعمل في المستقبل but they may not be jobs
that you have heard of before, وممكن تكون وظائف انت تكون ما سمعتش عنها. السؤال الاولين, who is this article written for, الى من كتب هذا المقال, طبعا الى يسأل شباب. رقم اثنين, why do you think that older people might not, لماذا تعتقد ان الناس الكبار في السن might not know, مش يكونوا عرفوا عن وظائف اليوم. تبقى الاجابه رقم دي, they weren't available at that time, طبعا مش يعرفوا وظائف اليوم لان مش كانت متاحه على ايامهم. رقم 31, what do you think the word opportunities means, يعني كلمه opportunities معنى طبعا chances, فرص. 34, there are not jobs today, طبعا there are more, دلوقتي توجد المزيد من الوظائف. رقم 33, ذا مين ايديا, الفكره الرئيسيه, قال لك is that jobs in the future, الفكره الرئيسيه ان وظائف المستقبل might not exist today, ممكن تكون مش موجوده الان. 36, today موجوده دلوقتي. Which of the following jobs could people not do, 150 سنه فاتت الوظائف اللي الناس ممكن ما تكون اشتغلتهاش او الناس مش كانت بتشتغلها او تعرف تعملها من 150 فاتت, 50 سنه فاتت, كمبيوتر بروجرامنج. 37, is how to enter understand information on the internet, كيفيه فهم المعلومات على الانترنت, طبعا library science. 39, to have a good job, لكي يكون لديك وظيفه جيده you must have special skills, لازم يكون عندك مهارات معينه. يجب ان تتاح للاشخاص ذوي الهمم فرص متساويه للحصول على حقوقهم وتحقيق امكانيتهم الكامله والعيش بكرم. عموما الجمله الاولى صح, تعال نفهم الثانيه ليه. قال لك people with abilities, وعايز people with disabilities. الثانيه people with disabilities should have an equal, هو بيقول لك عايزين حاجات متساويه. دي people with disabilities should have equal opportunities to lose the rights, هنا يفقدوا طبعا ما ينفعش. رقم 40, الكثيرون من العاطلين عن العمل لا تتاح لهم الفرصة للحصول على وظيفة جيدة لأنهم يفتقدون إلى مهارات اللازمة للكمبيوتر. Many unemployed individuals, الكثير من العاطلين don't have the opportunity, ليس لديهم الفرصة to get a good job because they, معلش أنا في حتة متكررة, they have the necessary, طبعا لانهم عندهم المهارات الضروريه, اذا دي كده غلط. رقم بي, ميني امبلويد, طبعا انا بقول لك الناس العاطله. رقم سي, ميني انمبلويد انديفيدوالز دونت هاف ذا اوبورتيونيتي تو جيت ا جود جوب بيكوز زي ليك, لانهم يفتقدون نيسيسري كمبيوتر سكيلز, دي الاجابه الصح. طبعا دي غلط, ميني انمبلويد انديفيدوالز دونت هاف ذا اوبورتيونيتي تو جيت ا جود جوب بيكوزي ليك, لانهم بيفتقدوا المهارات الغير ضروريه, اذا دي غلط, عشان كده رقم سي هي اللي صح. اللي بعدها, رينيبل سورسز, المصادر المتجدده للطاقه, should be considered as one of the key, يجب ان تعتبر واحده من العناصر in the overall strategy, طبعا العناصر الاستراتيجيه الكامله for sustainable development, ان مصادر الطاقه المتجدده يجب اعتبارها احد العناصر الهامشيه, غلط, وعايز اقول لك الاساسيه. ان مصادر الطاقه المتجدده يجب اعتبارها احد العناصر الاساسيه في الاستراتيجيه الشامله للتنميه المستدامه, طبعا دي اللي صح. ان مصادر الطاقه المتجدده يجب اعتبارها احد العناصر الاساسيه في الاستراتيجيه المحدده, غلط. ان مصادر الطاقه الغير متجدده, طبعا اذا الاجابه رقم بي صح. Globalization العولمة is in its current form, بشكلها الحالي, has been partly, جزئيا, مسؤولة عن توسيع الفجوة بين الأغنياء أو بين الدول الأغنياء والفقيرة. تعتبر العولمة بشكلها المعتاد, ولك شكلها الحالي, تعتبر العولمة بشكلها الحالي مسؤولة كليا, ألك مسؤولة جزئيا. تعتبر العولمة بشكلها الحالي مسؤولة جزئيا عن ضيق, طبعا عن اتساع, إذا الإجابة رقم دي هي اللي صح. ده الامتحان الاولاني, ونراجع الامتحان التاني ان شاء الله باذن الله. يا ريت نبص على ده.